If throughout a particular region of space, the potential can be expressed as V equals 4xz plus 2y minus 5z. Well, what are the vector components of the electrical field at location x, y, z? وإحنا عارفين إن الـ E بيساوي minus اشتقاق الـ V بالنسبة للـ R، يعني هيساوي، تعالوا نشتق مرة بالنسبة للـ X، نشتق ده بالنسبة للـ X، فهنا 4xz، الـ X تروح يبقى 4z، مفيش X تاني خلاص. بعدين هنا نشتق بالنسبة للواي، ده مفيش وده مفيش، هنا مفيش إلا اتنين بس. اشتقاق بالنسبة للزي، ده راح يبقى 4x وهنا ماينس 5، فممكن تقول كده، وممكن تدخل الماينس جوه يبقى ماينس 4z زي ما انت عايز، سيبها كده مفيش مشكلة، وماينس 2 وتعكس هنا يبقى 5 ماينس 4x كده صح وكده صح، الإجابة دي مظبوطة والإجابة دي نفس الشكل.